دخولي نادي كاظمة كنت أساساً أنا كنت لاعب كرة قدم قبل، كنت ألعب بأكاديميات، لكن تم اختياري من المدرسة، أن اختار كابتن مراد جلال اختارني من النادي أو من المدرسة، ورحت النادي وتطور مستواي. كنت بالمدرسة، كنت أول شيء داخل السباحة، مليت من السباحة، شفت أن قاعد طالع على NBA، حسيت أن اللعبة هي اللي بيها ومستقبلي فيها، فدخلتها. دخلت أنا النادي، أنا شفت أبوي قبل يلعب وشجعني أبوي أن أدخل، ودخلت وتمرت مع الكابتن. بدايتي في اللعبة كان دخولي النادي، ما كنت أعرف شيء، لما علمني المدرب خطوة خطوة لما صرت لاعب محترف فيها. والله القدم جابت لي وايد إصابات، فشفت أن كرة السلة تعتمد على التفكير قبل البنية الجسمانية، فحبيت كرة السلة لأن التفكير يكون فيها عالي والتركيز يكون عالي، والحمد لله توفقت فيها. السباحة نفس المسبح، ما تغير شيء، ونفس الحركات، ما في شيء جديد يعني. والله تحفيز الوالد والوالدة والمدربين، ولعبة جماعية حلوة. السلة كل مرة تأخذ أشياء جديدة، مثلا الخطط، كل يوم في خطة جديدة واتجاه جديد. طموحي أني أنا أكون لاعب أوصل العالمية وأحقق إنجازات بهذه اللعبة وأكسب بطولات. طموحي أن أرفع علم الكويت بالبطولات العالمية وأشارك مع المنتخب. لعبة جماعية، لعبة فيها وايد أشياء تقدر تسوي فيها، وحركية تقوي اللياقة بعد. لعبت السباحة وألعاب القوة عشان أكتسب بعض اللياقة. ألعب جناح يمين وجناح يسار اللي هو 3-2، وألعب واحد اللي هو بوينت جارد. أني أدخل المنتخب وشارك بطولات خارجية. سبب اختياري للعبة أنها هي اللعبة المفضلة عندي، وغير أنها رياضية أيضاً ممتعة شوي. الجناح هو المركزي الأساسي لأن عندي سرعة واعتمد على الفاست بريك، والبلاي ميكر أو البوينت جارد يعتمد على صانع ألعاب، وإذا أحتاج الكابتن يكون صانع ألعاب أكون صانع ألعاب. طولي ساعدني أن أدخل هالمركز، ودفاعا وقوة جسدي. اخترت كان ربعي يشجعوني، قالوا روح نادي جار العب، ولعبتها وجربت، اخذها الكابتن قال تعال جربها وجربتها. الريباوند يحتاج جمب، يحتاج بنية جسمانية، يحتاج طول، لكن إذا كان عندك الجنب قوي والبنية قوية تقدر تلم ريباوند من لاعب طويل. أول دخلنا دوري وهو على الكاس، أو الكاس حققنا يعني مركز الثاني، وشيء جميل إن هذا كان أول شيء لنا. وبعد شاركنا بالمهرجان، مهرجانين تحت العشرة، مهرجان نادي القرين. بعد ما مارست اللعبة تطور مستواي بشكل كبير، وصرت لاعب محترف وأساسي باللعبة. معسكرات خارجية ما رحت، لكن رحت معسكر داخلي مع النادي، وبطولات خارجية للحين ماكو. الحمد لله قاعد يزيدني حماس، وقاعد ناخذ ونأدي أشياء زينة. أنا ما لعبت غير هذه اللعبة. كانت تدريباتي لفترة كورونا، ما كان عندي السلة والكرة عشان أتدرب، فكنت أتدرب بعض التدريبات عشان أكسب اللياقة. تنظيم الأكل، تنظيم النوم، تمارين تكون أكثر من التمارين المعتادة، 3 تمارين باليوم، فتحسين اللياقة وتحسين الشوتينج، تحسين الأشياء العامة بكرة السلة. دربل والحركات، وصرت الحين أقدر أتحكم بالكرة أحسن من قبل. خلاني أتمسك اللعبة طموحي وجهودي. أرتب بين الدراسة والنادي، وأنظم وقتي بين الدراسة والنادي عشان يكون وقتي مرتب. أثبت نفسي بالتمرين وأشد حيلي،
وأثبت حق الكابتن بالملعب. اللياقة جدا كانت سيئة معنا، والتعب الشديد والنوم احتفاس النوم والأكل غير صحي. حنا طموحي احنا اصلا كأس العالم نحقق بطولات اثبت نفسي من اني كنت مستمر باللعب، وكان لعبي ممتاز مع الكابتن، وكان يعطيني هم بعد تدريبات خاصة عشان اطور من نفسي. تعلمت يكون عندي تركيز عالي، أكون هادي داخل الملعب، لأن إذا كنت متوتر يمكن أسبب خسارة حق الفريق أو شيء من هذا الشيء نفسه يعني. والتفكير العالي، تفكيرك عالي داخل الملعب. إيه، في تنسيق بيننا، مثلاً إحنا نكون تحت السلة، إن أي أحد نسوي دفاعاً أو سكرين، اللي هو إذا أحد كان معك تسوي له سكرين وراح يجي من وراك. مدربي كابتن محمد عبد المنعم، مدرب وقف وياي وخلاني أتدرب وساعدني عشان أكون أفضل. أكيد، لأن لاعب كرة السلة يهاجم ويدافع، لازم تكون عندك اللياقة الكافية أنك تقدر تهاجم وتدافع وحق الفاست بريك بعد. أمي وأبوي شجعوني، خلى جهودي وخلاني أتمرن مع الكابتن وأدخل على السلة. التمارين الخاصة اللي كان يعطيني إياها الكابتن هي تطوير مهاراتي ولياقتي عشان أصير أفضل. طبعاً تشجيع من الوالد والوالدة ما يقصرون، حاضرين كل المباريات وهم الدافع الأول لي. البلوك إن أحد يجي وتنط تمسك الكرة من إيده، والدنك اللي تكون لازم طولك يكون أقوى ونطك يكون يعني زين. مثل الأعلى بالكويت أحمد البلوشي، وخارجياً لبرون جيمس. أخذت التشجيع من أمي وأبوي، كانوا دائما يشجعوني. بالتزامي بالتمرين أحافظ على أكلي، أحافظ على وقت النوم، أنام وقت كافي، وتوفيقي من الله. أقوى مباراة ضد القرين، كان مباراة حماسية وكان في جمهور وايد، كان على الكاس، والحمد لله يعني قدرنا ناخذ المركز الثاني وهم خذوا المركز الأول، لأن كان عندهم لاعبين قوية وما يتعبون. أنا كانت لياقتي مو جيدة وايد. تعرضت لإصابة أنكل، كنت قاعد ألعب تقسيمة قبل التمرين، كنت قاعد أحاول أخذ بلوك وكان أنزل على ريلي وجتني إصابة أنكل. أي نظام صحي، لياقة وممارسة رياضة كل يوم. والله للحين الإصابة للحين فيني، فأثرة على الجري عندي، يعني ما أقدر أركض نفس قبل، لكن الحمد لله. باللعبة أحمد البلوشي. الفريق اللي أشجع محليا فريق الجهرة. لما أن يكون جسمي سليم ويكون أكلي منظم ولياقتي منظمة أقدر أمارس كرة السلة، لأن كرة السلة تحتاج لياقة عالية. أستمر باللعبة وأحسن لياقتي وأحسن مستواي باللعبة وإن شاء الله. نقاط الضعف كان عندي شوتينج وايد نازل، لكن مع التمرين مع كابتن محمود تغوى الشوتينج عندي والحمد لله. الغدوت كابتن محمد عزت وربعي. اللي ينقص اللاعب الكويتي اللياقة والاحتراف وبعض التمرين عشان يقدر يصير لاعب. مباراة الجهرة كان الشوط الأول كانوا متقدمين علينا، لكن مع قوة الفريق وروح الفريق الواحد قدرنا نجيب ونقلب الطاولة عليه. استمرار بالتدريب معه واللياقة وتأخذ اللعب جيدا. أنا من الكويت أشجع نادي العربي، خارجي نادي برشلونة. المباراة اللي ما أقدر أنساها هي مباراة ودية كانت بالنادي بيني أنا وزملائي، وكان لعبي ممتاز فيها.
أقول للشباب إن روحوا حق موهبتكم، شوف موهبتك وين، والحين عندنا بالكويت وايد مواهب مدفونة، فلازم كل واحد يكتشف موهبته ويروح يسعى لها. نصيحتي للشباب، استمر على اللعبة اللي تبيها، لا تخلي أحد يوقفك عن اللعبة. اهتموا باللياقة والرياضة، مو شرط أنك تدخل كرة السلة، اختار أي رياضة تعجبك والعبها وخلك ممتاز فيها.